اللي عندهم ذكاء اجتماعي. وش الذكاء الاجتماعي؟ انك تعامل الناس بما يشتهون وما تظهر لهم همومك ومصايبك ومشاكلك، حتى لو عندك مشكلة يضحك واستانس وما يظهر لأخوياه ولي حوله وجماعته ولي يعرفونه ولي ما يعرفونه ولي بالشارع مشاكله وهمومه ويعقدها. لا، همومك الله كاتب عليك ومشاكلك الله كاتب عليك، وحاول أنك تظهر للناس إن ما عندك لا مشاكل ولا هموم. يا كثر المشاكل والآلام والمغاث والمهام اللي تنزل على تسبتك وتغثك ويمكن تبتسي عليها وتألم. بس عاد مرت علي آية، والآية هذه بس تأمل بالآية هذه خلاص يطيب خاطرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يقول لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. سبحان، أنت بس تأمل بالآية هذه وأنت تعرف، بس تأمل بالآية هذه وتعرف أن أي قدر يؤلمك نزل عليك إن شاء الله أنه يحدث بعد ذلك أمرًا.